اوكي اذا هلا ناخذ السرعه الثانيه اللي هي 10 متر بير سكند. نعمل مره ثانيه تشيك مع احنا ما غيرنا شيء. نعمل هلا اذا طلعت اقل من 150 احتمال كبير تطلع اقل من 150 بكون وفرت في المصاعد. لا حظنا سيئ. هلا ممكن نقرر هون انه ناخذ اعلى شوي الانترفال. ناخذ الهاي يعني نتجاوز الهاي نتجاوز 0.94 وناخذها حتى نشوف شيء مختلف. اه فرح نظاهر انه ما فيش 0.9 هون كان. فرح نقسم 150 على 30 رح تعطيني 5. فرح نظاهر انه هذه ال 0.949 مش موجوده. ورح نفترض الان انه الحل الجديد صار 5. فصار على 5 مصاعد الان. هلا الانترفال رح يطلع معنا مش ون او الهاندي كاباسيتي والانترفال في النهايه ما رح يطلعوا 100% صحيحين. رح يطلع معي هلا الانترفال اعلى شوي صغيره من هون. فخلينا نعمل راوندينج داون لهاي نعتبرها انها صارت 150. فهذه صارت عندي 5. فهلا الان اذا قسمت هذه هلا المشكله بتعرفوا ايش رح يعمل دايفيرج مود الكونفرج فكمت كونفرج اوكي. فراح تظهر الان انه هاي طلعت 150 بالضبط. اذا قسمت 150 بالضبط على 5 رح تعطي لي 30. مش رح تغير عدد الباسنجرز هون رح يكون السولوشن النهائي. انترستينج بروبلم. ها او رح نغش. كيف بنغش؟ الاستشاري كيف بغش؟ بلعب بشغله بسيطه جدا من هون. فمثلا بيجي بغير هاي هذا الرقم بنزله هون ل 0.2. بالعكس هذا بيساعدنا الرقم. بننزل الرقم بنروح نلعب شوي بالباب ونقول انه الباب هذا راح نسرعه شوي صغيره. فبدال ما يسكر بثلاث ثواني يسكر بثانيتين ونص. اوكي اوكي هي ظبطنا. بس احنا راح نوقف عند 150 راح نعتبر انه 150. فراح اعتبر الان انه الحل الثاني هو 150. هلا 150 على 5 30. اذا سولوشن 2 ال تساوي 5. هو في الواقع في الحياه الواقعيه راح تعمل هيك. في بتساوي 10 متر بالثانيه. انترفال تارجت اكشوال راح يطلع 30 سكند بالضبط. الهاندينج كاباسيتي راح تكون 13% لانه احنا ما راح نضطر نعمل اتريشنز بالمره. اذا طلعت هاي فعلا 150 بالضبط راح يكون الحل عندنا صحيح 100% صحيح. اخر شيء الكار لودينج راح يكون 8.1 على 17. قديش 8.1 على 17؟ 47%. فالكار احنا مختاري هنا كبيره. وعندي هون الهاندينج كاباسيتي هي هذا هون الحل. هذا الحل جاهز من ناحيه واقعيه في الحياه الواقعيه. بتوقع من مش يعني ممكن احتمال كبير نضلنا على 6.3 على 6 مصاعد حسب طبعا طبيعي لانه 10 متر بالثانيه عادي. هلا هذا تمام. ايش لازم نحسب الان؟